زي ما تابعنا في التقرير، قرعة سهلة لبعض الفرق وصعبة لفرق تانية. خلونا نشوف التوقعات، ومعانا على التليفون عبد القادر سعيد الناقد الرياضي. صباح الخير. صباح الخير عليك يا دينا، صباح الخير على كل مصر واهلها الحلوين الطيبين. عايزين نعرف منك بقى، شايف ايه اسهل لقاء؟ وهل فعلا مواجهة ليفربول وبنفيكا هتكون اسهل طريق للوصول لنصف النهائي؟ هو طبعا في ماتشين سهلين، بس في ماتش اسهل كمان من ماتش ليفربول وبنفيكا، هو ماتش بايرن ميونخ وفياريال. صحيح فياريال قدر يكسب يوفنتوس 3-0، ولكن يعني بايرن ميونخ الناس كلها اول ما شافت بايرن ضد فياريال قعدوا يقولوا يا ترى بايرن هيكسب تاني 7 و8 والارقام الكبيره اللي بيحققها في دوري ابطال اوروبا دايما، اللي كان اخرها طبعا 8-2 على برشلونه في نفس الدور في ربع النهائي في بطوله 2020. فريق فياريال الحقيقه حظه سيء جدا جدا، لان هو تقريبا اختار او راح في اصعب قرعه، كان احسن قرعه بالنسبه لهم هم الاثنين وبالنسبه لينا كمان، ان بنفيكا يلعب فياريال، لان هتبقى ماتش مش هنتفرج عليه بصراحه، لكن كنا هنشوف مثلا ليفربول وبايرن ميونخ، هتبقى مباراه نهائي مبكر. لكن في النهايه خلاص يعني تقريبا يعني لو هنتكلم عن التوقعات، بايرن ميونخ وليفربول في نص النهائي. طبعا يورجن كلوب لازم يقول انها ماتش صعب وانه ماتش كبير وانه مش حاجه في الكوره اسمها كده، لكن ده كلام راجل بيحمس فريقه وكلام راجل مش عايز يتهاون بالموقف. ولكن حتى هو لو تهاون، فريق ليفربول فريق كبير جدا 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 ويقدر يكسب. شفنا ليفربول بيروح يكسب بورتو المنافس الرئيسي البنفيكا 5-0 في البرتغال، فالامور تقريبا شبه محسومه بالنسبه لليفربول وبايرن ميونخ. لكن الماتشين التانيين بقى دول اللي فيهم كلام كتير جدا جدا، طبعا اللي هو ريال مدريد ومع تشيلسي. طبعا ريال مدريد مع تشيلسي، تشيلسي بطل اوروبا طبعا، كسب ريال مدريد السنه اللي فاتت في نفس البطوله وخرجوا من البطوله خالص. ماتش صعب جدا، ريال مدريد ما كانش في احسن حالاته قوي في دور 16 الا في اخر شوط، يعني هو لعب 4 اشواط امام باريس سان جيرمان، كسب خسر المباراه الاولى 1-0 في فرنسا، المباراه الثانيه في ملعبه في اسبانيا كان خسران كمان 1-0، وكان امبابي سجل هدفين كمان، كانت النتيجه هتبقى 3-0، ولكن الفار الغى الهدفين وكانوا هدفين فعلا يستحقوا الالغاء. ولكن في النهايه ريال مدريد قدر يسجل 3 اهداف متتاليه كده في صدمه كبيره جدا لباريس سان جيرمان علشان يتاهل باداء شوط واحد. لكن مش عايزين ننسى ان ريال مدريد كان سيء في 3 اشواط، وده ممكن يكون ليه انعكاس كبير على مباراه دور الثمانيه، خاصه ان توماس توخيل مدرب تشيلسي بيعرف يتعامل جدا مع مباريات النوك اوت او مباريات خروج المغلوب في دوري ابطال اوروبا، وده اللي شفناه الموسم اللي فات، وحتى الموسم الحالي امام ليل الفرنسي برده كانت قرعه سهله لتشيلسي، ولكن قدر يتعامل معاها بشكل جيد جدا. فالماتش ده محدش يقدر يقول مين اللي هيتاهل فيه، ناس كتير ممكن تقول تشيلسي هيكرر تفوقه الموسم اللي فات، لكن الظروف كمان اللي بيمر بيها تشيلسي في الوقت الحالي اللي البعض بيستخدمها على انها كوميكس، ولكن هي ظروف ماساويه. يعني قرينا امبارح خبر ان تشيلسي بيطالب ان مباراه الاياب تتناسب مع رحله مانشستر سيتي الى مدريد، لانه هيلعب اتلتيكو مدريد علشان تشيلسي يرجع مع نادي مانشستر سيتي. لسه كنت هكلم معاك عن حاجه خاصه جدا، بان في مواجهه من المواجهات الصعبه قوي، واول مره يتقابلوا هو اتلتيكو مدريد وكمان مانشستر سيتي، الاثنين اول مره يتقابلوا مع بعض، واتلتيكو كان بيعاني الفتره اللي فاتت دي زي ما انت بتقول. هل اسلوبه ده هينفع مع مانشستر سيتي الفتره اللي جايه او في المواجهه القادمه بينهم؟ والله التجربة أثبتت إن دييجو سيميوني تحديدا مع أتلتيكو مدريد هي معادلة صعبة جدا على بيب جوارديولا، وده حصل لما كان بيب جوارديولا في برشلونة، ولما كان بيب جوارديولا كمان في بايرن ميونخ، وأتلتيكو مدريد خرج بايرن ميونخ من السيمي فاينال، وبايرن ميونخ كان يمكن أقوى من مانشستر سيتي كمان دلوقتي، كان هو المرشح الأول للبطولة، ولكن دييجو سيميوني قدر يتفوق على بيب جوارديولا في الوقت ده ويخرجه من السيمي فاينال. جوارديولا بيقول إن هو يعني بيعمل كل حاجة، كان تصريح غريب شوية من جوارديولا امبارح، قال إن هو بيعمل كل حاجة أفضل من دييجو سيميوني، إذا كان بيحب الدفاع، إذا كان بيحب المرتدات. فواضح إن جوارديولا مستنفر شوية من المباراة، لأنه عارف إنها في منتهى الصعوبة، حاجة هتبقى شبه مباراة كريستال بالاس الأخيرة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، لما الفريق المنافس عمل بارك ذا باص أو دافع بالكامل. دي هتبقى مشكلة صعبة جدا عن بيب جوارديولا، هنشوف هيقدر يحلها إزاي. دايما الفرق لما بتلعب جوارديولا وتدافع وبتوقف له الحلول، الموضوع بيبقى صعب، وبنشوف ماتشات بتخلص 0-0 أو 1-0 المنافس. فأعتقد يمكن دي أكتر مباراة هيبقى فيها شغل تكتيكي وفني ممكن يكون ممتع لينا كجمهور. انت كنت بتقول ان طبعا شايف ان ماتش بايرن وفياريال هما لقاء سهل، يعني بتعتقد ان ده هيكون لقاء محسوم تقريبا؟
طبعا، لان بايرن ميونخ اصلا حتى ضد اي فريق بيبقى مباراه سهله في الفتره الاخيره. شفناه بيكسب برشلونه 8 في دور ال 16، بيكسب مجموع المباراتين 8-2. فهو فريق الحقيقه مرعب. عنده الراجل اسمه روبرت ليفاندوفسكي المرشح لجائزه احسن لاعب في العالم، واللي ما نتمناش ان ده يحصل لان هو المنافس الاول تقريبا لمحمد صلاح على جائزه البالون دور وذا بيست الموسم الحالي. فهو كده خلاص في السيمي فاينال. محمد صلاح كمان من حسن حظه ان هو عنده ماتش سهل يقدر يوصل بيه سيمي فاينال، فالمنافسه هتشتد جدا جدا. بايرن ميونخ شايف ان فياريال ما عندوش فرصه ولا 1%. خلاص نقدر نقول بايرن ميونخ في السيمي فاينال. ليفربول بنسبه تزيد عن 90% كمان في السيمي فاينال، رغم ان فياريال وبنفيكا كويسين، ولكن خلاص يعني ده حدودهم. دور الثمانيه، دور الثمانيه بالنسبه لهم انجاز كبير جدا جدا، زي ما حصل قبل كده. شفنا ملقا في دور الثمانيه وفرق كانت بتحاول انها تنافس الكبار، لكن دي الحدود النهائيه ليهم طبعا في دور الثمانيه. وبعد كده خلاص يعني هنشوف بقى ليفربول وبايرن ميونخ في السيمي فاينال، ونشوف صلاح وليفاندوفسكي مين فيهم هيقدر يوصل النهائي ومين فيهم يقدر ياخد البطوله، لان دي هتزود رصيد كبير جدا جدا لاي واحد فيهم. صحيح. في الفوز طبعا بالكره الذهبيه وجائزه ذا بيست اخر العام. سؤالي الاخير ليك، احنا طبعا عندنا ثلاث فرق من اسبانيا وثلاثه من انجلترا وفريق من البرتغال وفريق من المانيا، انت شايف نصف النهائي هيكون مين مع مين؟ بص انا اقول لك توقعاتي الممزوجه بالامنيات. يعني مانشستر سيتي يتاهل على حساب اتلتيكو مدريد. تشيلسي وريال مدريد الحقيقه دي صعبه جدا، مش قادر احدد مين فيهم اللي يصعد، ولكن وفقا للظروف الحاليه وفقا لاخر مشهد لريال مدريد في دوري الابطال فاتوقع كمان تاهل ريال مدريد. ليفربول وبايرن طبعا قلنا خلاص الاثنين وصلوا للسيمي فاينال، وهتبقى مباريات قويه جدا. ان خدي بالك ان السيمي فاينال هيبقى الفائز من مباراه ريال مدريد مع الفائز من مباراه مانشستر سيتي، يعني ممكن نشوف الاثنين في السيمي فاينال، او ممكن نشوف مباراه انجليزيه بين مانشستر سيتي وتشيلسي، او حتى مباراه اسبانيه بين اتلتيكو مدريد وريال مدريد. الناحيه الثانيه ليفربول وبايرن ميونخ خلاص ضمنوا موقعهم، او يعني شبه ضمنوا موقعهم في نصف النهائي. هتبقى مواجهه صعبه جدا وقويه جدا ما بين الاثنين، ومواجهه مباشره كمان ما بين صلاح وليفاندوفسكي. بشكرك شكرا جزيلا، اكيد هتكون مواجهات صعبه هنتابعها معاك اكيد خلال الفتره اللي جايه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد القادر سعيد الناقد الرياضي.